Want more Arabic videos like this? Subscribe to our channel. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Arabic listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زوج وزوجة يشاهدان عددا من تصاميم البيوت. سوف يذهبون لرؤية أي بيت. ما رأيك بهذا؟ يوجد فيه غرفة معيشة كبيرة وجميلة. أحب غرف المعيشة الكبيرة، ولكنني أريد مكانا لأوقف سيارتي. دعنا نرى، ما رأيك بهذا؟ نعم، هذا يبدو جيداً. هل يجب أن نذهب ونراه؟ انتظر لحظة، أليست الخزانة صغيرة قليلاً؟ هذا صحيح. لا يبدو أنه مناسب جداً. انتظري، ما رأيك بهذا؟ يوجد فيه كل شيء نريده، أليس كذلك؟ والخزانة أيضاً كبيرة جداً. لنذهب ونرى هذا. حسناً. سوف يذهبون لرؤية أي بيت. زوج وزوجة يشاهدان عدداً من تصاميم البيوت. سوف يذهبون لرؤية أي بيت. ما رأيك بهذا؟ يوجد فيه غرفة معيشة كبيرة وجميلة. أحب غرف المعيشة الكبيرة، ولكنني أريد مكاناً لأوقف سيارتي. دعنا نرى، ما رأيك بهذا؟ نعم، هذا يبدو جيداً. هل يجب أن نذهب ونراه؟ انتظر لحظة، أليست الخزانة صغيرة قليلاً؟ هذا صحيح. لا يبدو أنه مناسب جداً. انتظري، ما رأيك بهذا؟ يوجد فيه كل شيء نريده، أليس كذلك؟ والخزانة أيضاً كبيرة جداً. لنذهب ونرى هذا. حسناً. رجل يحجز غرفة في فندق. أية غرفة سوف يأخذ؟ فندق خليج سوما، كيف أستطيع مساعدتك؟ مرحباً، أريد أن أحجز غرفة لليلة واحدة في 22 من أيلول. بالطبع، ليلة واحدة في 22 من أيلول. عذراً، كم عدد الأشخاص؟ 2. هل تريد غرفة للمدخنين أو لغير المدخنين؟ غير مدخنين. غرف غير المدخنين المتوفرة في 22 من أيلول هي فقط مع إطلالة على الجبل. هل هذا جيد؟ في الواقع، كنت آمل في أن أحصل على غرفة مع إطلالة على البحر. آسفة، ولكن الغرف التي مع إطلالة على البحر المتوفرة في ذلك اليوم هي غرف مدخنين فقط. حسناً، هل هناك غرف لغير المدخنين مع إطلالة على البحر متوفرة في 23 من أيلول؟ نعم، يوجد. حسناً، سوف أحجز في 23. أية غرفة سوف يأخذ؟ رجل يحجز غرفة في فندق. أية غرفة سوف يأخذ؟ فندق خليج سوما، كيف أستطيع مساعدتك؟ مرحباً، أريد أن أحجز غرفة لليلة واحدة في 22 من أيلول. بالطبع، ليلة واحدة في 22 من أيلول. عذراً، كم عدد الأشخاص؟ 2. هل تريد غرفة للمدخنين أو لغير المدخنين؟ غير مدخنين. غرف غير المدخنين المتوفرة في 22 من أيلول هي فقط مع إطلالة على الجبل. هل هذا جيد؟ في الواقع، كنت آمل في أن أحصل على غرفة مع إطلالة على البحر. آسفة، ولكن الغرف التي مع إطلالة على البحر المتوفرة في ذلك اليوم هي غرف مدخنين فقط. حسناً، هل هناك غرف لغير المدخنين مع إطلالة على البحر متوفرة في 23 من أيلول؟ نعم، يوجد.
حسناً، سوف أحجز في 23. امرأة تتكلم مع مصفف الشعر الخاص بها. كيف تريد أن تغير تصفيفة شعرها؟ مرحباً، هل أستطيع مساعدتك؟ مرحباً، لدي حجز في 3 باسم رنا. أهلاً وسهلاً آنسة رنا، تفضلي من هنا، ماذا أستطيع أن أفعل لك اليوم؟ أريد أن أغير تصفيفة شعري قليلاً. حسناً، أي طول تفضلين؟ عند الأكتاف تقريباً. حسناً، ماذا عن الغرة؟ أريد أن أبقي الغرة. هل تريدينها منسدلة إلى الأمام أم مصففة إلى الجانب؟ على الجانب قليلاً. أي جانب؟ ربما قليلاً إلى اليسار من المنتصف. فهمت، لنبدأ بغسيل الشعر، تفضلي من هنا إذا سمحتي. كيف تريد أن تغير تصفيفة شعرها؟ امرأة تتكلم مع مصفف الشعر الخاص بها. كيف تريد أن تغير تصفيفة شعرها؟ مرحباً، هل أستطيع مساعدتك؟ مرحباً، لدي حجز في 3 باسم رنا. أهلاً وسهلاً آنسة رنا، تفضلي من هنا، ماذا أستطيع أن أفعل لك اليوم؟ أريد أن أغير تصفيفة شعري قليلاً. حسناً، أي طول تفضلين؟ عند الأكتاف تقريباً. حسناً، ماذا عن الغرة؟ أريد أن أبقي الغرة. هل تريدينها منسدلة إلى الأمام أم مصففة إلى الجانب؟ على الجانب قليلاً. أي جانب؟ ربما قليلاً إلى اليسار من المنتصف. فهمت، لنبدأ بغسيل الشعر، تفضلي من هنا إذا سمحتي. طالب وطالبة ينظران إلى إعلانات عمل. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ ما رأيك بهذا العمل؟ الأجر الساعي عالي جداً. بالطبع، الأجر يبدو جيد جداً، ولكن هل حقاً يمكنك أن تقومي بتوصيل الصحف؟ بالطبع، أنا ماهرة بركوب الدراجة، لكنني قلقة إن كنت أستطيع الاستيقاظ باكراً. ما رأيك بهذا؟ الأجر ليس غالٍ، لكن يمكنك العمل 2 أو 3 في الأسبوع، ويمكنك بدء العمل في المساء. هذا؟ محاسبة في متجر، أليس كذلك؟ حسناً، سيكون من الجيد العمل بعد المدرسة. هذا العمل في المقهى، قد يكون جيداً أيضاً. نعم، أنا أحب ذلك المكان، وإنه على طريق مدرستي. ليس سيئاً، أليس كذلك؟ على أي واحد علي أن أقدم؟ بين أي 2؟ المقهى وتوزيع الصحف؟ حسناً، الأجر لتوزيع الصحف جيد جداً. نعم، لقد أخذت قراري. أظن أنه علي أن أستيقظ باكراً من الآن فصاعداً. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ طالب وطالبة ينظران إلى إعلانات عمل. على أي عمل ستقدم الطالبة؟ ما رأيك بهذا العمل؟ الأجر الساعي عالي جداً. بالطبع، الأجر يبدو جيد جداً، ولكن هل حقاً يمكنك أن تقومي بتوصيل الصحف؟ بالطبع، أنا ماهرة بركوب الدراجة، لكنني قلقة إن كنت أستطيع الاستيقاظ باكراً. ما رأيك بهذا؟ الأجر ليس غالٍ، لكن يمكنك العمل 2 أو 3 في الأسبوع، ويمكنك بدء العمل في المساء. هذا؟ محاسبة في متجر، أليس كذلك؟ حسناً، سيكون من الجيد العمل بعد المدرسة. هذا العمل في المقهى، قد يكون جيداً أيضاً. نعم، أنا أحب ذلك المكان، وإنه على طريق مدرستي. ليس سيئاً، أليس كذلك؟ على أي واحد علي أن أقدم؟ بين أي 2؟ المقهى وتوزيع الصحف؟ حسناً، الأجر لتوزيع الصحف جيد جداً. نعم، لقد أخذت قراري. أظن أنه علي أن أستيقظ باكراً من الآن فصاعداً. امرأة تجرب فستاناً
وتتحدث إلى موظف المتجر. أي فستان ستشتري؟ يبدو جميلاً جداً عليك ويناسبك كثيراً. نعم، إنه مناسب، ولكن عادة أرتدي فساتين ذات لون واحد. لست معتادة على هذا النمط. حسناً، أعتقد أنه يبدو رائعاً. حقاً؟ مع ذلك، إنه يتطلب بعضاً من الشجاعة مني لأرتديه. ما رأيك بهذا إذن؟ النمط أكثر تحفظاً، فليس عليك أن تشعري بالخجل. أنت محق، دعني أجرب هذا. تفضلي. ما رأيك يا آنسة؟ هذا يناسبني أكثر من الفستان السابق. هل لديكم واحد مع أكمام طويلة من هذا التصميم؟ نعم، لدينا. شكراً، سوف أشتري ذاك. أي فستان ستشتري؟ امرأة تجرب فستاناً وتتحدث إلى موظف المتجر. أي فستان ستشتري؟ يبدو جميلاً جداً عليك ويناسبك كثيراً. نعم، إنه مناسب، ولكن عادة أرتدي فساتين ذات لون واحد. لست معتادة على هذا النمط. حسناً، أعتقد أنه يبدو رائعاً. حقاً؟ مع ذلك، إنه يتطلب بعضاً من الشجاعة مني لأرتديه. ما رأيك بهذا إذن؟ النمط أكثر تحفظاً، فليس عليك أن تشعري بالخجل. أنت محق، دعني أجرب هذا. تفضلي. ما رأيك يا آنسة؟ هذا يناسبني أكثر من الفستان السابق. هل لديكم واحد مع أكمام طويلة من هذا التصميم؟ نعم، لدينا. شكراً، سوف أشتري ذاك. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to learn Arabic anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Arabic listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? رئيس الشركة يتحدث مع سكرتيرته على الهاتف. أي مستند ستسلم السكرتيرة إلى قسم المبيعات؟ مرحبا، هل يمكنك أن تسدي لي خدمة؟ هناك مستند على مكتبي وأريد منك أن تسلميه لقسم المبيعات. بالطبع، أي مستند؟ أظن أنه في الظرف الأزرق. الظرف الأزرق، ولكن هناك ظرفان أزرقان على مكتبك. هذا صحيح، هناك ختم أحمر في الجانب الأعلى اليمين من الظرف الذي بالختم الأخضر. علينا أن نوزعه في محاضرة التوظيف التوجيهية. الظرف الذي بالختم الأحمر. حسناً، فهمت. ممتاز، إذا سمحت سلميها إلى قسم المبيعات قبل الساعة 1 ظهراً، وتأكدي من إرسالها إلى المدير مباشرة. أنت تعرفينه، أليس كذلك؟ نعم، لقد قابلته وتكلمت معه عدة مرات. جيد. وهل يمكنك أن تسلمي المستند الآخر لإدارة الموارد البشرية؟ حاضر سيدي. أي مستند ستسلم السكرتيرة إلى قسم المبيعات؟ رئيس الشركة يتحدث مع سكرتيرته على الهاتف. أي مستند ستسلم السكرتيرة إلى قسم المبيعات؟ مرحبا، هل يمكنك أن تسدي لي خدمة؟ هناك مستند على مكتبي وأريد منك أن تسلميه لقسم المبيعات. بالطبع، أي مستند؟ أظن أنه في الظرف الأزرق. الظرف الأزرق، ولكن هناك ظرفان أزرقان على مكتبك. هذا صحيح، هناك ختم أحمر
في الجانب الأعلى اليميني من الظرف الذي بالختم الأخضر علينا أن نوزعه في محاضرة التوظيف التوجيهية. الظرف الذي بالختم الأحمر. حسناً، فهمت. ممتاز. إذا سمحت سلميها إلى قسم المبيعات قبل الساعة 1 ظهراً وتأكدي من إرسالها إلى المدير مباشرة. أنت تعرفينه أليس كذلك؟ نعم، لقد قابلته وتكلمت معه عدة مرات. جيد. وهل يمكنك أن تسلمي المستند الآخر لإدارة الموارد البشرية؟ حاضر سيدي. امرأة تتصل بالمطعم على الهاتف. على أي طاولة تناولت الغداء؟ أهلاً، كيف يمكنني مساعدتك؟ لقد تناولت الغداء عندكم من فترة وأظن أنني نسيت وشاحي. لقد تركت وشاحك على الطاولة؟ هل تتذكرين على أي طاولة كنت جالسة؟ سوف أذهب للبحث عنه. حسناً، لقد كنت في الخلف. هل كنت في منطقة المدخنين أو غير المدخنين؟ غير المدخنين. هل كنت جالسة على الكاونتر أم على طاولة؟ لقد كنت جالسة على طاولة لأربعة أشخاص. حسناً، سوف أذهب للتفقد. هل انتظرت دقيقة؟ شكراً جزيلاً. على أي طاولة تناولت الغداء؟ امرأة تتصل بالمطعم على الهاتف. على أي طاولة تناولت الغداء؟ أهلاً، كيف يمكنني مساعدتك؟ لقد تناولت الغداء عندكم من فترة وأظن أنني نسيت وشاحي. لقد تركت وشاحك على الطاولة. هل تتذكرين على أي طاولة كنت جالسة؟ سوف أذهب للبحث عنه. حسناً، لقد كنت في الخلف. هل كنت في منطقة المدخنين أو غير المدخنين؟ غير المدخنين. هل كنت جالسة على الكاونتر أم على طاولة؟ لقد كنت جالسة على طاولة لأربعة أشخاص. حسناً، سوف أذهب للتفقد. هل انتظرت دقيقة؟ شكراً جزيلاً. رجل يبحث عن شقة. أي شقة سوف يختار؟ لو سمحتي، إني أبحث عن شقة في المنطقة. هل لا أريتني بعضاً من مخططات الشقق المتوفرة؟ بالطبع. أهي لشخص أعزب؟ لا، سوف أعيش مع زوجتي. أريد غرفة معيشة وغرفة نوم ومكتب. حسناً، ما رأيك بهذه؟ هناك غرفتان بالإضافة إلى غرفة المعيشة. قد تكون صاخبة بعض الشيء لأنها تقع بالقرب من الطريق الكبير. فهمت عليك. أنا عادة أعمل في منزلي، لذلك أريد مكانا هادئا، وأفضل أن تكون غرفة المعيشة مربعة الشكل. حسنا، إذن ما رأيك بهذه؟ إنها بعيدة عن المحطة قليلا ولكنها تقع في منطقة سكنية هادئة. هناك غرفتان وغرفة معيشة، ولكن واحدة من الغرف ضيقة قليلاً. ليس لدينا الكثير من الأغراض، لذلك أظن أنها سوف تكفينا. يمكنني أن أريك شققاً أخرى فيها غرف أكبر، ولكنها تقع في منطقة أبعد عن المحطة. لا شكراً، أظن أنني سوف أخذ الثانية. أي شقة سوف يختار؟ رجل يبحث عن شقة. أي شقة سوف يختار؟ لو سمحت، إني أبحث عن شقة في المنطقة. هل لا أريتني بعضاً من مخططات الشقق المتوفرة؟ بالطبع. أهي لشخص أعزب؟ لا، سوف أعيش مع زوجتي. أريد غرفة معيشة وغرفة نوم ومكتب. حسناً، ما رأيك بهذه؟ هناك غرفتان بالإضافة إلى غرفة المعيشة.
قد تكون صاخبة بعض الشيء لأنها تقع بالقرب من الطريق الكبير. فهمت عليك. أنا عادة أعمل في منزلي، لذلك أريد مكانا هادئا، وأفضل أن تكون غرفة المعيشة مربعة الشكل. حسنا، إذن ما رأيك بهذه؟ إنها بعيدة عن المحطة قليلا، ولكنها تقع في منطقة سكنية هادئة. هناك غرفتان وغرفة معيشة، ولكن واحدة من الغرف ضيقة قليلا. ليس لدينا الكثير من الأغراض، لذلك أظن أنها سوف تكفينا. يمكنني أن أريك شققا أخرى فيها غرف أكبر، ولكنها تقع في منطقة أبعد عن المحطة. لا شكرا، أظن أنني سوف أخذ الثانية. امرأة تطلب كعكة عيد ميلاد، أي كعكة سوف تطلب؟ لو سمحت، أريد أن أطلب كعكة عيد ميلاد لابنتي. حسناً، هل يمكنك أن تقولي لي عن أي نوع من الكيك تبحثين؟ ابنتي تحب الشوكولا، لذلك أظن أن كعكة الشوكولا ستكون جيدة. وهل يمكننا أن نضع بعضاً من الفراولة عليها؟ بالطبع، لدينا كعكات مدورة ومربعة، أيهما تفضلين؟ مدورة لو سمحت. حسناً، كم سيصبح عمر ابنتك؟ ستصبح بالثانية عشر من عمرها. حسناً، سوف نحضر 12 شمعة. هل تريدين أن تكتبي أي شيء عليها؟ نعم، عيد ميلاد سعيد لو سمحت. حسناً، هل تريدين كتابتها باللون الوردي؟ إذا كنت تريدين ذلك، سنضع الكعكة في صحن أبيض، ويمكننا أيضاً كتابتها باللون الأبيض ووضع الكعكة بصحن وردي. اكتبها باللون الوردي وضع الكعكة بصحن أبيض لو سمحت. أي كعكة سوف تطلب؟ امرأة تطلب كعكة عيد ميلاد، أي كعكة سوف تطلب؟ لو سمحت، أريد أن أطلب كعكة عيد ميلاد لابنتي. حسناً، هل يمكنك أن تقولي لي عن أي نوع من الكيك تبحثين؟ ابنتي تحب الشوكولا، لذلك أظن أن كعكة الشوكولا ستكون جيدة. وهل يمكننا أن نضع بعضاً من الفراولة عليها؟ بالطبع، لدينا كعكات مدورة ومربعة، أيهما تفضلين؟ مدورة لو سمحت. حسناً، كم سيصبح عمر ابنتك؟ ستصبح بالثانية عشر من عمرها. حسناً، سوف نحضر 12 شمعة. هل تريدين أن تكتبي أي شيء عليها؟ نعم، عيد ميلاد سعيد لو سمحت. حسناً، هل تريدين كتابتها باللون الوردي؟ إذا كنت تريدين ذلك، سنضع الكعكة في صحن أبيض، ويمكننا أيضاً كتابتها باللون الأبيض ووضع الكعكة بصحن وردي. اكتبها باللون الوردي وضع الكعكة بصحن أبيض لو سمحت. رجل وامرأة يتحدثان عن جدول الانتقال من المنزل. متى سوف ينتقلان من المنزل؟ أظن أنه يجب علينا تقرير موعد الانتقال من المنزل والاتصال بشركة نقل. نعم، لقد تحققت لتوي من شركات النقل. لا أريد أن أدفع الكثير من النقود. أوافقك الرأي، هذه الشركة تقدم بعضا من الخصومات، مثلا إذا حجزنا قبل يوم الانتقال بشهر سوف يحسمون 10%. قبل شهر واحد؟ في هذه الحالة علينا أن ننتقل بعد 15 من كانون الأول للحصول على الخصم. وهناك خصم إضافي إذا حجزنا خلال أيام الأسبوع. خلال أيام الأسبوع؟ لدي اجتماع في صباح يوم الاثنين، والمعرض
سوف يقام خلال أيام الثلاثاء والأربعاء، لذلك الجمعة سيكون جيداً لأنه يمكننا ترتيب المنزل الجديد خلال عطلة الأسبوع. حسناً. انتظر، يقولون أن الخصم 15% في أيام الثلاثاء والأربعاء و 5% في أيام الجمعة. ماذا تريدين أن تفعلين؟ لنحصل على أرخص سعر مستطاع. سوف أكون قد انتهيت من المعرض في ذلك الحين. متى سوف ينتقلان من المنزل؟ رجل وامرأة يتحدثان عن جدول الانتقال من المنزل. متى سوف ينتقلان من المنزل؟ أظن أنه يجب علينا تقرير موعد الانتقال من المنزل والاتصال بشركة نقل. نعم، لقد تحققت لتوي من شركات النقل. لا أريد أن أدفع الكثير من النقود. أوافقك الرأي. هذه الشركة تقدم بعضاً من الخصومات، مثلاً إذا حجزنا قبل يوم الانتقال بشهر سوف يحسمون 10%. قبل شهر واحد؟ في هذه الحالة علينا أن ننتقل بعد 15 من كانون الأول للحصول على الخصم. وهناك خصم إضافي إذا حجزنا خلال أيام الأسبوع. خلال أيام الأسبوع؟ لدي اجتماع في صباح يوم الاثنين، والمعرض سوف يقام خلال أيام الثلاثاء والأربعاء، لذلك الجمعة سيكون جيداً لأنه يمكننا ترتيب المنزل الجديد خلال عطلة الأسبوع. حسناً. انتظر، يقولون أن الخصم 15% في أيام الثلاثاء والأربعاء و 5% في أيام الجمعة. ماذا تريدين أن تفعلين؟ لنحصل على أرخص سعر مستطاع. سوف أكون قد انتهيت من المعرض في ذلك الحين. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Arabic from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ArabicPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Arabic listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? رجل يتسوق خلال فترة التنزيلات. ماذا وكم سوف يشتري؟ لو سمحت، هل هذا القميص متوفر فقط في مجموعة الثلاث قطع؟ نستطيع أن نبيعه بشكل منفرد، ولكنه سوف يكون أغلى. حسناً، لا أريد ثلاث قمصان من نفس الشكل. ماذا أستطيع أن أفعل؟ إذا اشتريت هذه المجموعة من ربطات العنق التي من ثلاث قطع، نستطيع أن نعطيك خصماً على القمصان حيث الثلاثة بسعر قميص واحد. حسناً، فهمت. مجموعة ربطات العنق الثلاث، وأحصل أيضاً على مجموعة القمصان الثلاث بسعر قميص واحد. هذا صحيح. حسناً، سوف أعطي القميصان الآخران لشخص آخر. حسناً يا سيدي، هذا توفير استثنائي. ماذا وكم سوف يشتري؟ رجل يتسوق خلال فترة التنزيلات. ماذا وكم سوف يشتري؟ لو سمحت، هل هذا القميص متوفر فقط في مجموعة الثلاث قطع؟ نستطيع أن نبيعه بشكل منفرد، ولكنه سوف يكون أغلى. حسناً، لا أريد ثلاث قمصان من نفس الشكل. ماذا أستطيع أن أفعل؟ إذا اشتريت هذه المجموعة من ربطات العنق التي من ثلاث قطع، نستطيع أن نعطيك خصماً على القمصان حيث الثلاثة بسعر قميص واحد. حسناً، فهمت.
مجموعة ربطات العنق الثلاث، وأحصل أيضاً على مجموعة القمصان الثلاث بسعر قميص واحد. هذا صحيح. حسناً، سوف أعطي القميصان لآخران لشخص آخر. حسناً يا سيدي، هذا توفير استثنائي. امرأة تعطي تقريراً عن مبيعات الحقائب. أي حقيبة كانت أكثر مبيعاً؟ هذا هو التقرير عن الحقائب النسائية التي أطلقناها فقط الشهر الماضي. أولاً، بالنسبة للون، اللون الأسود هو اللون الأكثر مبيعاً، ويأتي بعد ذلك اللون الأبيض والأزرق السماوي، والأصفر لم يباع كثيراً. الأصفر لم يباع كثيراً؟ ماذا عن الشكل؟ الأحجام الكبيرة بيعت أكثر من الأحجام الصغيرة. الحقائب التي تستطيع أن تضع داخلها دفاتر أو مجلات من حجم A4 كانت الأكثر شعبية. حسناً. بالنسبة للحمالات، الجلد كان أكثر شعبية من السلاسل. فهمت. يبدو أن الحقائب التي تلائم الزي الرسمي تباع أكثر. هذا صحيح. لذلك يجب علينا أن نستعمل ألواناً أهدأ مثل البيج أو البني في مجموعتنا الجديدة. حسناً، لنصنع حقائب من اللون البيج كلون جديد، وتستطيعين أن توقف الحقائب الصفراء. حسناً. أي حقيبة كانت أكثر مبيعاً؟ امرأة تعطي تقريراً عن مبيعات الحقائب. أي حقيبة كانت أكثر مبيعاً؟ هذا هو التقرير عن الحقائب النسائية التي أطلقناها فقط الشهر الماضي. أولاً، بالنسبة للون، اللون الأسود هو اللون الأكثر مبيعاً، ويأتي بعد ذلك اللون الأبيض والأزرق السماوي، والأصفر لم يباع كثيراً. الأصفر لم يباع كثيراً؟ ماذا عن الشكل؟ الأحجام الكبيرة بيعت أكثر من الأحجام الصغيرة. الحقائب التي تستطيع أن تضع داخلها دفاتر أو مجلات من حجم A4 كانت الأكثر شعبية. حسناً. بالنسبة للحمالات، الجلد كان أكثر شعبية من السلاسل. فهمت. يبدو أن الحقائب التي تلائم الزي الرسمي تباع أكثر. هذا صحيح. لذلك يجب علينا أن نستعمل ألواناً أهدأ مثل البيج أو البني في مجموعتنا الجديدة. حسناً، لنصنع حقائب من اللون البيج كلون جديد، وتستطيعين أن توقف الحقائب الصفراء. حسناً. رجل يتصل بمستشفى. متى تتوفر الفحوصات الطبية العامة في المستشفى؟ لو سمحتي، هل أستطيع أن أقيم حجزاً من أجل فحص طبي عام؟ بالتأكيد، الفحوصات الطبية العامة متوفرة في أيام الاثنين والأربعاء والسبت، مختلفة عن الفحوصات العادية. أي يوم تفضل؟ هل هي متوفرة هذا السبت؟ نعم، إنها متوفرة. نحن نفتح في الصباح فقط في أيام السبت. هل هذا جيد؟ في الصباح فقط؟ هذا صعب قليلاً. حتى أي وقت تفتحون في أيام الأسبوع؟ نحن نفتح حتى الساعة 6 مساءً في أيام الاثنين، وحتى 8 في أيام الأربعاء. فهمت. في أي وقت تفتحون في الصباح؟ نحن نفتح في الساعة 8 صباحاً، ولكن الأسبوع القادم محجوز كلياً في الصباح. ولكن إذا كنت تستطيع الانتظار حتى الأسبوع التالي، الاثنين والأربعاء متوفران من الساعة 8 صباحاً. حسناً، سوف أعاود الاتصال بعد التحقق من جدول مواعيدي. حسناً يا سيد. متى تتوفر الفحوصات الطبية العامة في المستشفى؟
رجل يتصل بمستشفى. متى تتوفر الفحوصات الطبية العامة في المستشفى؟ لو سمحت، هل أستطيع أن أقيم حجزاً من أجل فحص طبي عام؟ بالتأكيد، الفحوصات الطبية العامة متوفرة في أيام الاثنين والأربعاء والسبت، مختلفة عن الفحوصات العادية. أي يوم تفضل؟ هل هي متوفرة هذا السبت؟ نعم، إنها متوفرة. نحن نفتح في الصباح فقط في أيام السبت. هل هذا جيد؟ في الصباح فقط؟ هذا صعب قليلاً. حتى أي وقت تفتحون في أيام الأسبوع؟ نحن نفتح حتى الساعة 6 مساءً في أيام الاثنين، وحتى 8 في أيام الأربعاء. فهمت. في أي وقت تفتحون في الصباح؟ نحن نفتح في الساعة 8 صباحاً، ولكن الأسبوع القادم محجوز كلياً في الصباح. ولكن إذا كنت تستطيع الانتظار حتى الأسبوع التالي، الاثنين والأربعاء متوفران من الساعة 8 صباحاً. حسناً، سوف أعاود الاتصال بعد التحقق من جدول مواعيدي. حسناً يا سيد. رجل يقل ابنة صديقته إلى المنزل. أي واحدة هي ابنتها؟ آسفة على الإزعاج، أرجوك، هل تستطيع أن تقل ابنتي إلى المنزل؟ بالطبع، هل هي تعرفني؟ نعم، لقد شاهدت صورتك من قبل، لذلك ستكون قابلة على التعرف عليك. حسناً، كيف تبدو هي؟ شعرها أسود ومجعد، هي نحيفة وأطول من المعدل الوسطي. حسناً، أي شيء آخر؟ قالت أنها سترتدي القبعة التي اشتريتها لها من قبل، إنها بيضاء وفيها شريط أسود. هذا يبدو سهل الإيجاد. حسناً، سوف أقلها إلى المنزل. شكراً. أي واحدة هي ابنتها؟ رجل يقل ابنة صديقته إلى المنزل. أي واحدة هي ابنتها؟ آسفة على الإزعاج، أرجوك، هل تستطيع أن تقل ابنتي إلى المنزل؟ بالطبع، هل هي تعرفني؟ نعم، لقد شاهدت صورتك من قبل، لذلك ستكون قابلة على التعرف عليك. حسناً، كيف تبدو هي؟ شعرها أسود ومجعد، هي نحيفة وأطول من المعدل الوسطي. حسناً، أي شيء آخر؟ قالت أنها سترتدي القبعة التي اشتريتها لها من قبل، إنها بيضاء وفيها شريط أسود. هذا يبدو سهل الإيجاد. حسناً، سوف أقلها إلى المنزل. شكراً. رجل يتكلم مع مرأة عن محفظته. أين سوف يبحث عن محفظته؟ تباً، لا أستطيع أن أجد محفظتي، لابد أنني تركتها في مكان ما. ماذا؟ هل تتذكر متى كانت آخر مرة استخدمتها؟ لا أستطيع التذكر. حسناً، لنحاول أن نتذكر الأماكن التي كنت فيها اليوم. حسناً، أولاً، ذهبت لمشاهدة فيلم مع صديقي، وذهبنا إلى كافيتيريا بعد ذلك، ولكن صديقي دفع لي، لذلك لم أستعمل محفظتي كثيراً. ولكن هل تتذكر استخدامها عندما اشتريت تذكرة الفيلم؟ نعم، وذهبنا إلى النادي الرياضي، وبعد ذلك لاحظت أنني فقدتها. هل تستعمل نقوداً في النادي؟ لا، لأن تكاليف عضويتي تدفع بشكل أوتوماتيكي من حساب البنك الخاص بي. لقد تذكرت، لقد اشتريت بعض العصير من آلة البيع. حسناً إذن، اذهب وابحث عنها هناك. أين سوف يبحث عن محفظته؟ رجل يتكلم مع مرأة عن محفظته. أين سوف يبحث عن محفظته؟ تباً،
لا أستطيع أن أجد محفظتي، لابد أنني تركتها في مكان ما. ماذا؟ هل تتذكر متى كانت آخر مرة استخدمتها؟ لا، لا أستطيع التذكر. حسناً، لنحاول أن نتذكر الأماكن التي كنت فيها اليوم. حسناً، أولاً ذهبت لمشاهدة فيلم مع صديقي، وذهبنا إلى كافيتيريا بعد ذلك، ولكن صديقي دفع لي، لذلك لم أستعمل محفظتي كثيراً. ولكن هل تتذكر استخدامها عندما اشتريت تذكرة الفيلم؟ نعم، وذهبنا إلى النادي الرياضي، وبعد ذلك لاحظت أنني فقدتها. هل تستعمل نقوداً في النادي؟ لا، لأن تكاليف عضويتي تدفع بشكل أوتوماتيكي من حساب البنك الخاص بي. لقد تذكرت، لقد اشتريت بعض العصير من آلة البيع. حسناً إذن، اذهب وابحث عنها هناك. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want more Arabic videos like this? Subscribe to our channel. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Arabic listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? طالب وطالبة يتكلمان بينما ينظران إلى جدول صفهم. اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع. يجب علينا الاجتماع من أجل عرض الفريق القادم. هذا صحيح. متى أنت متفرغ؟ أنا آتي إلى المدرسة أيام الاثنين والأربعاء والخميس. إذن الأربعاء أو الخميس سيكون جيداً بالنسبة لنا نحن الاثنين، في حين أني آتي إلى المدرسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. ماذا عن الخميس بعد الظهر؟ الخميس لدي محاضرات حتى الحصة الثالثة، نستطيع أن نفعلها بعد الحصة الثالثة صف الاقتصاد، ولكن لدي عمل من الساعة الخامسة، لذلك سأكون متوفراً لساعة واحدة. هذا يبدو قصيراً بعض الشيء. ماذا عن الأربعاء إذن؟ باستثناء التاريخ المعاصر في الحصة الثانية والقانون الدولي في الحصة الرابعة، أنا متفرغ. فهمت. لدي التاريخ الآسيوي في الحصة الثالثة، ولدي عمل في المساء. ما رأيك بالالتقاء في الصباح والتكلم قبل الحصة الثانية؟ حسناً، أنا لست برجل يستيقظ باكراً. لماذا لا نلتقي يوم الخميس؟ سوف أعيد جدولة عملي ليوم آخر. حسناً، تعال إلى المقصف عندما ينتهي الدرس. اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع. طالب وطالبة يتكلمان بينما ينظران إلى جدول صفهم. اختر جدول الطالب ليوم الاجتماع. يجب علينا الاجتماع من أجل عرض الفريق القادم. هذا صحيح. متى أنت متفرغ؟ أنا آتي إلى المدرسة أيام الاثنين والأربعاء والخميس. إذن الأربعاء أو الخميس سيكون جيداً بالنسبة لنا نحن الاثنين، في حين أني آتي إلى المدرسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. ماذا عن الخميس بعد الظهر؟ الخميس لدي محاضرات حتى الحصة الثالثة، نستطيع أن نفعلها بعد الحصة الثالثة صف الاقتصاد، ولكن لدي عمل من الساعة الخامسة، لذلك سأكون متوفراً لساعة واحدة. هذا يبدو قصيراً بعض الشيء. ماذا عن الأربعاء إذن؟
باستثناء التاريخ المعاصر في الحصة الثانية والقانون الدولي في الحصة الرابعة، أنا متفرغ. فهمت، لدي التاريخ الآسيوي في الحصة الثالثة ولدي عمل في المساء. ما رأيك بالالتقاء في الصباح والتكلم قبل الحصة الثانية؟ حسناً، أنا لست برجل يستيقظ باكراً. لماذا لا نلتقي يوم الخميس؟ سوف أعيد جدولة عملي ليوم آخر. حسناً، تعال إلى المقصف عندما ينتهي الدرس. رجل وامرأة يتكلمان بينما ينظران إلى صورة. أي واحد هو أخو المرأة الأصغر؟ سمعت أنه لديك أخ توأم، لم أعرف ذلك. نعم، ولكن الناس يقولون أننا لا نشبه بعض. انظر، أخي في هذه الصورة، هل تستطيع أن تحزر أي واحد هو؟ حسناً، لا أرى أي واحد يشبهك. ربما هذا الذي يرتدي قبعة؟ لا، ليس هذا، لون شعره أسود مثلي. حسناً، طويل القامة هذا؟ لا، هو ليس طويلاً. ما زلت لا أستطيع إيجاده. أنتم حقاً لا تشبهان بعضكما. أعرف، ربما النظارات تجعلها أصعب. نظارات؟ إذن هذا الثاني من اليسار؟ نعم، هذا صحيح. هل أشبهه؟ لا، لا تشبهينه. أي واحد هو أخو المرأة الأصغر؟ رجل وامرأة يتكلمان بينما ينظران إلى صورة. أي واحد هو أخو المرأة الأصغر؟ سمعت أنه لديك أخ توأم، لم أعرف ذلك. نعم، ولكن الناس يقولون أننا لا نشبه بعض. انظر، أخي في هذه الصورة، هل تستطيع أن تحزر أي واحد هو؟ حسناً، لا أرى أي واحد يشبهك. ربما هذا الذي يرتدي قبعة؟ لا، ليس هذا، لون شعره أسود مثلي. حسناً، طويل القامة هذا؟ لا، هو ليس طويلاً. ما زلت لا أستطيع إيجاده. أنتم حقاً لا تشبهان بعضكما. أعرف، ربما النظارات تجعلها أصعب. نظارات؟ إذن هذا الثاني من اليسار؟ نعم، هذا صحيح. هل أشبهه؟ لا، لا تشبهينه. رجل وامرأة يتحدثان بينما يشاهدان اقتراع بشأن مواد الأطفال المفضلة. أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن 15؟ انظري إلى هذا المقال، إنه عن المواد الثلاث الأكثر شعبية بين الأطفال في سن 10 إلى 15. دعني أرى، التدريب البدني في قمة قائمة الأطفال في سن 10. التدريب البدني ما زال ذو شعبية، وسمعت أيضاً أن الأطفال في هذه الأيام يقضون وقتاً أقل بممارسة الرياضة. نعم، والموسيقى تأتي ثانياً. نعم، المادة الأكثر شعبية بين الأطفال في سن 15 هي التاريخ. عندما تصبح في سن 15 تصبح مهتماً بمواد مختلفة عن سن 10. صحيح، السياسة تأتي ثانياً، وتكنولوجيا المعلومات تأتي في المرتبة الثالثة، ولكنها لم تكن حتى مادة عندما كنا في ذلك العمر. بالمناسبة، ماذا كانت المادة الثالثة الأكثر شعبية للأطفال في سن 10؟ دعنا نرى. الفنون. أتساءل ما إذا كانوا يصممون أشياء
باستخدام برامج الحاسوب. أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن 15؟ رجل وامرأة يتحدثان بينما يشاهدان اقتراع بشأن مواد الأطفال المفضلة. أي مخطط يبين النتيجة للأطفال في سن 15؟ انظري إلى هذا المقال، إنه عن المواد الثلاث الأكثر شعبية بين الأطفال في سن 10 إلى 15. دعني أرى، التدريب البدني في قمة قائمة الأطفال في سن 10. التدريب البدني ما زال ذو شعبية، وسمعت أيضاً أن الأطفال في هذه الأيام يقضون وقتاً أقل بممارسة الرياضة. نعم، والموسيقى تأتي ثانياً. نعم، المادة الأكثر شعبية بين الأطفال في سن 15 هي التاريخ. عندما تصبح في سن 15 تصبح مهتماً بمواد مختلفة عن سن 10. صحيح. السياسة تأتي ثانياً، وتكنولوجيا المعلومات تأتي في المرتبة الثالثة، ولكنها لم تكن حتى مادة عندما كنا في ذلك العمر. بالمناسبة، ماذا كانت المادة الثالثة الأكثر شعبية للأطفال في سن 10؟ دعنا نرى. الفنون. أتساءل ما إذا كانوا يصممون أشياء باستخدام برامج الحاسوب. تلفاز يبث التوقعات الجوية. أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ ها هي التوقعات الجوية للأسبوع القادم. في النصف الأول من هذا الأسبوع، معظم الأيام ستكون مشمسة في الإجمال، وقد يكون الجو غائماً من وقت إلى آخر. في النصف الثاني من الأسبوع، ستنتشر الغيوم، وستمطر في بعض المناطق. في منتصف الأسبوع، عندما يبدأ الجو بالاستياء، سيكون هناك مناطق حيث سيسوء الجو كثيراً. أعلى درجة حرارة ستكون كالمعدل السنوي، وسترتفع إلى 20 درجة في النصف الأول من الأسبوع، ولكن بعد ذلك ستكون منخفضة عن المعدل، وستكون بين 18 إلى 15 درجة. أوطى درجة حرارة ستكون بين 7 إلى 8 درجات، والتي أوطى بقليل من الطبيعي. سيكون يوم الأحد غداً مشمساً، وسيكون جواً مثالياً للعطلة. أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ تلفاز يبث التوقعات الجوية. أيهم التوقع الجوي للأسبوع القادم؟ ها هي التوقعات الجوية للأسبوع القادم. في النصف الأول من هذا الأسبوع، معظم الأيام ستكون مشمسة في الإجمال، وقد يكون الجو غائماً من وقت إلى آخر. في النصف الثاني من الأسبوع، ستنتشر الغيوم، وستمطر في بعض المناطق. في منتصف الأسبوع، عندما يبدأ الجو بالاستياء، سيكون هناك مناطق حيث سيسوء الجو كثيراً. أعلى درجة حرارة ستكون كالمعدل السنوي، وسترتفع إلى 20 درجة في النصف الأول من الأسبوع، ولكن بعد ذلك ستكون منخفضة عن المعدل، وستكون بين 18 إلى 15 درجة. أوطى درجة حرارة ستكون بين 7 إلى 8 درجات، والتي أوطى بقليل من الطبيعي. سيكون يوم الأحد غداً مشمساً،
وسيكون جواً مثالياً للعطلة. رجل توصيل الطلبات يتكلم مع موظفة الاستقبال. ماذا سوف يفعل رجل توصيل الطلبات بعد ذلك؟ اختر الإجابة الغير صحيحة. مرحباً، لدي توصيلة إلى قسم المصادر البشرية وقسم المحاسبة. شكراً لك، كلاهما في الطابق الرابع. فهمت، وأريد أيضاً أن أخذ شيئاً من قسم المبيعات. لقسم المبيعات قسمان، الأول والثاني، أي واحد فيهما؟ دعيني أرى، القسم الثاني. قسم المبيعات الثاني في الطابق الثاني، هناك هاتف داخلي في المدخل، لذلك أرجوك اتصل بالشخص الذي تبحث عنه. فهمت، هل أستطيع أن أستخدم المصعد الذي هناك للصعود؟ أنا آسفة، ولكن المصعد خارج الخدمة حالياً للفحص الأمني. هل تمانع استخدام السلالم هناك؟ لا، على الإطلاق. شكراً جزيلاً لك. ماذا سوف يفعل رجل توصيل الطلبات بعد ذلك؟ اختر الإجابة الغير صحيحة. رجل توصيل الطلبات يتكلم مع موظفة الاستقبال. ماذا سوف يفعل رجل توصيل الطلبات بعد ذلك؟ اختر الإجابة الغير صحيحة. مرحباً، لدي توصيلة إلى قسم المصادر البشرية وقسم المحاسبة. شكراً لك، كلاهما في الطابق الرابع. فهمت، وأريد أيضاً أن أخذ شيئاً من قسم المبيعات. لقسم المبيعات قسمان، الأول والثاني، أي واحد فيهما؟ دعيني أرى، القسم الثاني. قسم المبيعات الثاني في الطابق الثاني، هناك هاتف داخلي في المدخل، لذلك أرجوك اتصل بالشخص الذي تبحث عنه. فهمت، هل أستطيع أن أستخدم المصعد الذي هناك للصعود؟ أنا آسفة، ولكن المصعد خارج الخدمة حالياً للفحص الأمني. هل تمانع استخدام السلالم هناك؟ لا، على الإطلاق. شكراً جزيلاً لك. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.